شلا من لوخن خنواتي وخثواتي كل لوخن ديوتن مشاروك إمن جو فيسبوك وكل لوخن ديوتن آخر مرة دوخة آخر ووقم خكم يماثة وجوخة ديان آخر بإيتد مر بطرس ويو بزمانة أني تراتي الحلويد وشعنة وإديو مايسترو ديان لوي يوسف مانكا وكل آخر دي لجوخة دي زمري خكم قالة تحشد مارا تتخرخ حشدية خاصة بأن يماثة بأث شبثة قدشة ديوخ بقراوة تتخرخ حشة وموثة دقورت وقيمت دمارن يشعم شيحة فكذا غبن يماثة هم كويثن كبيرة من ديانة برايا أخب إيتا مادخ كم شوقخ لأثيوما بريشة تد مزمري أن قال حلوية تد همخني مشاركخ إمد حشة دمارن يشعم شيحة ومحيذخ لبن إمد لبح تد همخني خيرخ الخاين وإن شاء الله همخني هاويلا شخلبتد لبن بث وقت صومة. Yeah.
شعبر خشينا يا من حلقتك حش اشياء شاكين أو زكايا من ويثت شرع حطايا آني ونعوما سكلانا خوري خوري يمرحنانا شمالاً أن تراتيل أول خا محكيلة بحس إيش عدي الصليوة وأيدة ترى محكيلة بحس إيش عدي البرخة وختخ ما تزرت أدخ تروى أن من ديانك ربطي مدغذة صليوة إيش عدي البرخة كيدخ بإيوانجاليون خا من إيوانجاليستا يوحنا حبيوة خير الإيش مير آذي لبارد آلها ميل معناتح إيشو عدي لبارد آلها كيذخ هو ذاية كتبعي وبصحة ثوالة أث إيذة بصحة ديك شقلي وخبارة وكنخري والا وكبيزي ودمد أوبارة وكشيبي والالطرة طرد قيسة كخلي وكت برشا من أوبارا قايم بيت كبي وأث ملاخد موثة تتفايتوا من بيث ديي وإيشع ما ود لطالا نوديخ إل إيشع أث بارد آلها إيشع كياذي وقيانح دي لبارد آلها مبيد
ايشو حبش لصليوة هم دمح خواثد اوبارا بش لبيزا بش الشيب الاوقيسا ما دخ كمرخ قربانا إلى بصح دمارا ايشو عيل بصح ديان خاثة ايشو إلى اوبارا ددوح لقيانحا بدالا ما دخ همار بولس كيمر أنا كمكرزن إيشوع صليوة قائم بيد لقبنا شيلة أث حقوثة هيمانوثا ما قد تخملخ دي الإيشوع بارا ودوح لقيانحا بدالا أو قد بش إيبا همخني حاولا أث دي وحثة بخايا بيد خاين خك مجاهثة كاو صعب إتن كلن كبيرة مسؤوليات وكوي صعب صعبة طالا همتد أخني هاولن دي وحثة تا يالا تا ناشدي لخوضرانا تا أني حبي وديا بس إيشو حك مغزيلا أرخى أرخى ميلا أرخى تا قاغلتيلا تصليويلا همخني كرخشخ إمد إيشو بن يماثا تقاغلتا إيمن هاوغ برخاش إمح لازم همخني إيدخ ديخ إيبن هاولن همخني أذ دي وحدة بخايا وديخ إيبن ديوحوغ جيانا بدل أن من ديانة وناشة دي لخوضرانا أن مسؤوليات وأن ناشة حبيوة Oh,
خاطر حق
يعيش جريحا كله أذحز وما مرآنا يشمن أبيك سخلو طويرة طويخة لا رحمي طويرة طويخة لا رحمي قارخ جو مزمورة كيمر مرحق لخ مني بقي وخوري وخازخ جو حشد مارن كم عايش لي أنت نياثة داخر حقلي مني بقي ديح وخوري جو إيونغاليون قارخ داخ مارن إيمن ويري بالسان الزيت شمح جت سماني مثل امي تلميذة ديح بس وذل خمدي كلش غريب كمثالة وبس شوقلة تتهاوى امي بطرس يوحنا ويعقو ومير طلي بشو آخر تتزالي مصالة مات علاقة صلوث دمارا مثوي أن طلاثة إمح قاي بقو وقت حشانا ده هم دمئح ويوا هم داثح ويوا خدمة كبه وخور إمح تتسهريوا وبيشيوا إمح بس همث مندي لثوا بتدوذيوا ما دخميري إيشو حكم عايش لأنت نياتد أو مزمورة دكيمر مرحق لخ مني بقي وخوري هم بقو وقد حشان وعوقانا هم خوري لثوالة هم اخني بث وقد لازم بقرخ جيانا و
وخد ميخ بخاين خواثد اني تلاميذ ديشوع لو وغ بسهارة امح خاصة بوقت حشديح وني الجواب ديان او قمايا لازم خمدي بخاين لازم شخلب لازم مغزخ تمارا ديخ كبخ سهرخ امح خاصة بث وقت دعوقان ديح مادخ إمن شمالاً أث آخر ترتيلة جوق زميراً أنت نياثوا بمارا الناش دا كم أريل تإيشوع لثوالي تشو رحمة خازخ بإونغاليون مر مرقس كيمر إمن كم أريل تإيشوع كل ثيلة تد أريل قم حكيلة كما خيل باثح إيشوع كم باقيرة قاي كما خوتو نيري ميون ويذا لثوالي جواب تأثمندي ولدكم صلويلة وهر لثوالي جواب وآخر بس او تلميذة بشوال ام حكي ذخوي ومر يوحنن حبيوة مط مريم خو قلاث دماران دي لصليوة بس اني بشوال امح قم خكم يماثة وكل مزمورة بمارة أو شعنة بس اثوى تريبيش امح لازم بخرخ تجيانا همخني وخ امد مر يوحنا مط مريم لوخ من داني تلاميذة دارقلة من ازدوثي اني تكم نقريلة من نخبوثي
زكايا بغري بجرايا مريم كغلتا كليفة ببخايا مريم حب انت راب حشنت اليوم كغلتا راب لغب انت مريم حب انت وحبك يملأ كياني الناس
حبك يملأ كياني. الماس أحسه يحيط بحياتي، فهو غذائي يجري في دمائي، بغيره لا أستطيع الحياة. هناك في الصليب مثل أيوب الصديق الذي فقد أولاده وأمواله وصحته، لكنه شكر الله على كل ذلك، احتمل بشكر قائلا: هل الخير من الله نقبل والشر لا نقبل؟ وكذلك موسى النبي كان يقابل مضايقات فرعون بفرح، فعند البحر قال له الله أن يرفع عصاه، فوجد عمل الله وفرح. فبعد الضيقة يأتي الفرح، وبعد الصليب تأتي القيامة. كذلك الفتية وسط النار والآلام، ودانيال في جبل الأسود، كل منهم يقابل الضيق بفرح فيرى عمل الله. فالله يحبنا جدا، وكل يوم من أيام حياتنا نكتشف أعماله معنا جلية واضحة، فلا نفقد الرجاء من أجل ضيقات بسيطة لا تساوي الضيقات التي احتملها القديسين. يقول الكتاب: طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه إذا تزكى ينال أكليل الحياة الذي وعد به الرب الذين يحبونه. فلا بد أن نحتمل التجربة ليعطينا الله أكليل الحياة. يقول القديس بولس: إن تألمتم من أجل البر فطوباكم، أما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا. احتمل المسيح الآلام عنا كإنسان، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة ساقطة أمام جازيها. تأمل أين قوة احتمالك؟ أين محبتك للصليب؟ أين الفائدة الروحية التي نأخذها في حياتنا من خلال الصليب، الذي بدونه لا ما كنا نعيش ونشعر بمحبة الله؟ احتماله كل الآلام والأوجاع من أجلنا. فكنيسة المسيح شعب الله تحتمل، لأنها هي جسد المسيح، والله أعطاها شركة لتشترك فيه في احتمال الآلام بكل شكر، لأن دماءه تحمل الخلاص لكل خاطئ أثيم. Thank you.
Thank you.
روح الحب
مريم الأم الحزينة تنبأ سمعان الشيخ في الهيكل أن سيجوز سيف في نفسك، ولعل هذه الكلمات الملهمة بالروح القدس ظلت ترن في أذني القديسة مريم العذراء منذ ذهبت بالطفل يسوع إلى الهيكل. لكن مع آلام هذا السيف الذي يجوز في نفسها، كان هناك أيضا إيمانها العظيم الذي سند قلبها، فجعلها تتجاوز الآلام لتعيش الأمجاد مع ابنها وإلهها يسوع المسيح ملك المجد. ظلت هذه القديسة في صمتها العجيب الهادئ تئن بلا صوت لطعنات ذلك السيف القاسي في قلبها كأم حنون. مريم عاشت سيف الصليب منذ البداية. دخل يسوع إلى مجمع اليهود في الناصرة، بدأ من إشعيا يعظ مبكتا اليهود على عدم توبتهم. يقول الكتاب: فامتلأ غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا، فقاموا وأخرجوه خارج المدينة حتى يطرحوه إلى أسفل. كم يكون قلب الأم حزين على ابنها القدوس حينما تسمع بالظلم والحقد ومحاولة القتل تحيط بابنها منذ بداية رسالته الخلاصية. اتهم بالتجديف، كاسر السبت، أكول شريب خمر. عاشت مريم هذه الأحزان منذ أن تنبأ شمعون الشيخ والهروب إلى مصر وفقدان يسوع في الهيكل واللقاء بابنها وهو حامل صليبه طريق الجلجلة، موت يسوع على الصليب ووضع يسوع في القبر. عندما نتأمل في كل تلك الأحزان يجعلنا نفهم إن العذراء مريم اجتازت كل تلك الأحزان والظروف الأرضية بثقة وإيمان ورجاء صادق وحقيقي في وعد الله بالحياة الأبدية. على مثال مريم، في كل ما يحيطنا على الأرض من الآلام وأحزان فلا يهتز إيماننا ويثبت فينا الرجاء والثقة، لأنه مهما طلبنا منها فهي تعرف من هم الأبناء بكل ما يتعرضون له من أحزان وضيق على الأرض، فتصلي وتتشفع من أجلنا ومن أجل خلاص العالم أجمع. آمين. Thank you.
جعلونا نعيش الألم والصليب، لكن أيضا مثل ما سمعنا أنه بعد الصليب قيامة، فهذا هو رجعنا وهو هذا عزائنا في حياتنا اليومية اللي لازم تكون دائما حاضر فيها الصليب، ويمكن يكون حاضر فيها الأمل، بس لكن من خلال ثقتنا بالله تعالى، من خلال رجائنا قيامتنا معانه من بين الأموات. نشكر جوقة كاتدرائية مار بطرس الرسول على هالترانيم الحلوة والجميلة، وعلى هالموسيقى الجميلة اللي قدمها المايسترو اليوم وكل العازفين معانه. خلونا نسمع في التصفيقة كبيرة بالنسبة لهم. نشكر أيضا كل اللي تابعونا من خلال